محمد طه القطان صف خامس مدرسة أبو بكر الرازي، شلونك؟ إيش تعمل الحين؟ شنطة بالصوف. ما شاء الله مبدع أشوف. يعطيك العافية. الصوف منين يستخرج؟ ها؟ منين يستخرج؟ ما عرفنا. من الحيوانات والنباتات والحشرات. أحسنت، يعطيك العافية. عبد الله إيش بتسوي؟ نعيد الأم. نعيد الأم، إيش كاتب؟ إيش كاتب عاد؟ الأم الغالية. الغالية، باقي نقطتين يعني؟ إيه. يا الله. تستاهل. لونها عدل. عشان تفرح الماما. احمد عبد الكريم ايش بتسوي؟ شكل باب خشب، مهندس عبد الجليل. ارفع راسك، شلونك؟ الحمد لله، يعطيك العافيه. علي الحداد شلونك؟ تسوي حق الام بعد؟ يعطيك العافيه. الله الله في الماما، ها؟ الله الله في الماما، اقول لك قل ان شاء الله. ان شاء الله. يعطيك العافيه.